منذ إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدأ ترتيباته لمباشرة الحكومة عملها من طرابلس، تتالت ردود الفعل دوليا مرحبة بهذه الخطوة، فيما تباينت المواقف في الداخل، ولعل أكثرها تواترا المواقف القادمة من العاصمة طرابلس، حيث اعتبرت حكومة الإنقاذ دخول حكومة التوافق العاصمة دون إعطاء السلطات التشريعية حقها الدستوري إقصاء للمشروع الديمقراطي الوليد في البلاد. كما أصدر عدد من قادة الثوار في طرابلس بيانا طالبوا فيه السراج بتحديد موقفه من الثوار ومن حفتر وعملياته العسكرية في بنغازي. قمنا بمراجعة المؤتمر الوطني العام والحكومة، وكانت هذه النقاط للعلم أننا بعثناها شخصيا للمبعوث. من جانبهم أكد عدد من أعيان وحكماء مدينة مصرطة رفضهم لما سموها حكومة لا تحظى بتوافق مختلف شرائح المجتمع الليبي حسب تعبيرهم. نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة نتيجة المحاولات التي تقوم بها أطراف سياسية ليبية لفرض حكومة الوصاية بالقوة، الرفض نفسه عبر عنه بعض النواب المقاطعين لأعمال مجلس النواب. نرفض رفضا قاطعا المحاولات المكشوفة للانقلاب على المؤسسات الشرعية. في المقابل أعلن عدد من أهالي جنزور ومؤسسات المجتمع المدني فيها عن دعمهم الكامل لحكومة الوفاق باعتبارها الحل الأفضل وليس الأمثل. المجلس البلدي مصراتة وعدد من كتائب ثوار المدينة أعلنوا في بيان لهم تشكيل غرفة أزمة مؤقتة لتمكين حكومة الوفاق من العمل من طرابلس. نعلن عن تشكيل غرفة أزمة مؤقتة تعنى بتوطين حكومة الوفاق الوطني. يؤكد الجميع المؤيدون والمعارضون لدخول الحكومة التوافقية للعاصمة على مبدأ الحرص على الأمن والتحذير من الفتنة، وتبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بتوضيح صورة المشهد السياسي في ليبيا في انتظار توافق يتطلع إليه المواطن وينهي الأزمات في البلاد.